أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السيد عامد صاحب الجلالة على إقليم جرسيف المحترم والوفد المرافق له المحترمون، السادة رؤساء المجالس العلمية المحلية بجهة الشرق، فضيلة العلامة الشيخ مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة وجدة، فضيلة العلامة الشيخ محمد بلوالي رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم توريرت، فضيلة السيد محمد حباني رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم بركان، فضيلة السيد ميمون بن ريسول رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور، فضيلة السيد بن عيسى بويوزان فضيلة رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم دريوش، فضيلة السيد عزيز السرغيني رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم جرادة، فضيلة السيد محمد بن علي رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم فيجيج، فضيلة السيد أحمد الجناتي رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم سازة، فضيلة السيد المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة الشرق، السيد المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بجرسيف، السادة مندوب الشؤون الإسلامية بأقاليم كل من ناظور، بركان، الدريوش، جرادة، توريرت، تازة، السيد ناظر الأوقاف الشؤون الإسلامية بإقليم تازة، السادة العلماء والمرشدون والمرشدات والوعاظ والواعظات، السادة الأئمة والخطباء والقيمون الدينيون، السادة المحسنون والمحسنات والفاعلون في المجتمع المدني، معشر الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا جميعا أن نلتقي في هذه الأرض المباركة بزيتونها وحفاظها والمخضرة بحقولها وثمارها والبهيجة بجبالها وأنهارها والنشيطة بشيبها وشبابها والفتية برجالها ونسائها. ويشرفنا ويسعدنا أكثر أن نجتمع في هذا الملتقى السنوي على ذكر الله ومع أهل الله من الأئمة والخطباء والحفاظ والطلبة وأهل العلم والبر والإحسان من مختلف الفئات والأصول والأعراق. ذلكم الملتقى الذي تعاون في إخراجه وإنجاحه عدة مساهمين دعمونا ونسقوا معنا منذ وضعنا اللبنة الأولى لتنظيمه. ونخص بالذكر عمالة إقليم جرسيف في شأن السيد عامل صاحب الجلالة الذي ما فاتئ يقدم لنا العون والمدد في عديد الأنشطة القارة أو المتنقلة عبر جماعات الإقليم الحضارية أو القروية، كما ساهم معنا في إدخال الفرحة والسرور على الكثير من العائلات والفئات كالتلاميذ والطلبة والأئمة وبعض الفئات المعوزة، فجزى الله خير الجزاء وجعل تلك الأعمال في ميزان حسناته. ونسأله تعالى أن يبارك في كل الهيئات والإدارات التي سهلت لنا الأمور في محطات عديدة خلال هذا الموسم والمواسم السابقة، كما ننوه أيضاً بالسادة رؤساء المجالس العلمية المحلية بالجهة الشرقية الذين لبوا دعوتنا وقدموا للمساهمة ببعض ما أفاء الله عليهم من العلم والحكمة في محاضرات ومشاركات علمية متنوعة ستبقى إن شاء الله خالدة في أذهاننا ونبراساً يضيء طريقة عملنا على مستوى الجهة الشرقية. وفي مقدمتهم شيخنا وأستاذنا العلامة الدكتور مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، وشيخنا وأستاذنا العلامة الدكتور محمد بلوالي رئيس المجلس العلمي المحلي بتوريرت الذين شرفونا بحضورهم الكريم، ونسأل الله لهم ولبقية الرؤساء والعلماء الصحة والعافية والبركة في العلم والعمل. أيها الحضور الكريم، إن الدافع الأساس لتنظيم هذا الملتقى هو حرصنا الأكيد على صيانة ثوابت أمتنا المغربية بشقيها الديني والوطني والدودة عن قيمها ومبادئها الإسلامية السمحة التي تحلى بها أجدادنا وأجيالنا منذ وطئت أقدام الفاتحين هذه البقاع وقامت عليها دول إسلامية مستقلة، حرص أمراؤها وملوكها وسلاطينها على الامتثال للقيم
النبيلة الواردة في الكتاب والسنة، والتي تعارف عليها الناس لموافقتها لمنهجي العقل السليم والشرع الحكيم، فألزم الله بها كل مسؤول عن الأمة أو جماعة المسلمين وفي مقدمتهم الشيوخ والعلماء، كي يكونوا قدوة وأسوة لغيرهم من العوام والخواص داخل مجتمعهم. وسيجد السادة العلماء الأجلاء وسيجتهد السادة العلماء الأجلاء في توضيح هذا الأمر في مداخلاتهم العلمية المباركة. أيها الحضور الكريم، إن حرب القيم أو ما يصطلح عليه بعبارتي صدام الحضارات أو الحروب الثقافية لن تسلم منها أي أمة من الأمم بما فيها الأمة العربية والإسلامية، بل هي الأكثر استهدافاً من غيرها بهذا النمط الجديد في الصراع والصدام. والمغرب ليس بمنأى عن هذه الفتن وهذا الصدام، بل إن أجيالنا الصاعدة معرضة أكثر من غيرها لخطر الغزو الفكري والعقادي الذي يتخطى كل الحدود والحواجز، وتستخدم فيه وسائل الإعلام الحديثة والتقليدية أحسن استخدام، ويجتهد المشرفون عليها بالليل والنهار للطعن في قيمنا وثوابتنا والعبث بهويتنا المغربية المتنوعة الروافد والمناهل. لذا وجب علينا أيها الإخوة أن نعد العدة ونتحلى بالشجاعة والعزيمة ونتسلح بالعلم والحكمة كي نتصدى لهذا المد الجارف، ولن يتأتى ذلك إلا إذا تضافرت الجهود من لدى كل المسؤولين والقيمين على شؤون الدين والدنيا في هذا البلد الكريم. أيها الحضور الكريم، لأجل كل ما ذكر وبناء على التوجهات العامة للمجلس العلمي الأعلى الذي عبر عنها في اجتماع الدورة العادية الأخيرة، فإن المجلس العلمي المحلي بجرسيف بكافة أعضائه وموظفيه والعاملين معه من القيمين الدينيين يبذل جهوداً حثيثة بأنشطة متنوعة قصد المساهمة في تثبيت القيم السامية والدعوة إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة الظواهر السلبية والأفعال الدنيئة التي تتنافى وتعاليم الإسلام الصافية والقيم الإنسانية النبيلة. فتكفل السادة الوعاظ والواعظات والأئمة والمرشدون والمرشدات بوضع برنامج دروس وندوات ومسابقات وأنشطة ترفيهية وتحسيسية تربط فئات عريضة وعلى رأسها الشباب بدينهم ووطنهم، وترسخ فيهم القيم المتلى كالتسامح والتعاون والاحترام المتبادل والسلم والكرامة والحرية باعتبارها منظومة حقوقية أوصى بها الله تعالى وأنبياؤه وكتبه المنزلة ورسختها السنة النبوية الشريفة قولاً وفعلاً وتقريراً كما صادقت عليها القوانين الوضعية وحضارات مختلفة. فتم التركيز أساساً على مجال القرآن الكريم بالتشجيع على حفظه ومدارسته، واعتبرناه أفضل وسيلة وقاية وعلاج يستعين به المسلم لكي يتحلى بالخلق الحسن ويتربى تربية سليمة وثيقة الصلة بأصول الدين وأركانه. فأخذ المجلس بيد العديد من المحسنات والمحسنين من أبناء هذا البلد الطيب القاطنين بها أو المقيمين في الديار الأوروبية، فأحدث والحمد لله حوالي 50 مركزاً للتحفيظ الدائم بجماعات الإقليم وأزيد من 80 مركزاً للتحفيظ الموسمي خلال الدورة الصيفية الأخيرة، يستفيد روادها من أنشطة مفيدة كالندوات والعروض المصورة والمسابقات الثقافية والقرآنية، كما حظي التلاميذ والتلميذات المتعلمون في المؤسسات العمومية وبعض المؤسسات الخصوصية باهتمام خاص، فاستفادوا خلال الأشهر الماضية من الموسم الجاري من قافلة مسابقات متنقلة تهتم بحفظ نصوص القرآن والحديث المقررة في المستويين الثانوي والإعدادي والابتدائي، وذلك بتنسيق وتعاون مع المديرية الإقليمية للتربية والتكوين وعمالة الإقليم جزاهم الله خيرا. أما المرأة التي تعتبر شريكة أخيها الرجل في صيانة الأخلاق وغرسها في الناشئة، فقد أولتها خلية شؤون المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس العلمي عناية بالغة، وساهمت في تنظيم أنشطة كثيرة توضح لنساء الإقليم وفتياته مفهوم التدين السليم وعلاقته بالأخلاق الإنسانية، مع التركيز على الفئة الشابة القاطنة في المناطق النائية والقروية، ونسأل الله أن يجازيهن أحسن الجزاء على كل ما يقدمنه لهذا الإقليم من أعمال وإنجازات. معشر الحضور الكريم، إن مغربنا الحبيب سيظل كما كان
وطناً رحب بكثير من الشعوب والحضارات والثقافات وأحسن ضيافتها، كما نهلت ساكنته على مر العصور والأزمان الكثير من القيم والأعراف الرشيدة من الثقافة الأمازيغية والإفريقية والعربية والأندلسية والمتوسطية والصحراوية، كقيم الوفاء والتضامن والارتباط بالأرض والثبات على الحق والتسامح والانتفاح والانفتاح والوحدة والتآلف واحترام ثقافة الأغيار واختياراتهم. لذا نحن ملزمون جميعاً أيها الإخوة أن نحافظ على هذه القيم ونتأسى بها في كل أحوالنا وحلنا وترحالنا، وأن نصفيها من كل غش أو خلل حتى تكون قيماً خالصة نقية نقاها وصفاها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي قال صاحبها عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكما وصفه ربنا عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، ويعضد ذلك ما جاء على لسان نبي الله شعيب عليه السلام في قوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا إصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهو المنهج نفسه الذي ظل أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يوصي به شعبه وكل خدام مملكته في خطبه وكلماته ورسائله منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، ويحث على كل المسؤولين كيفما كانت رتبهم ومهامهم على تنفيذه وإيلائه العناية القصوى في كل الخطط والبرامج التي يضعونها أو ينجزونها، كي يبقى بلدنا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً في ظل القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين حفظه الله تعالى، وبارك في ولي عهده الأمير مولاي الحسن، وفي صنوه الأمير مولاي رشيد، وكافة أسرته وشعبه الوفي، وكل الأمة الإسلامية، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.